ونروح تصريح الأسبوع اللي جبنا من صحيفة مكة المكرمة، 7 فوائد تشجع الفتيات على قيادة الدراجة الهوائية. أوضحت المدربة الرياضية نجلة أحمد لمكة أن ركوب الدراجة رياضة لها فوائد متعددة للرجال والنساء، وأن ممارستها يوميا تكسب الجسم مناعة وقوة. وفي خبر آخر من صحيفة الرياض، تحت شعار العبيها وفليها تنطلق في مدينة جدة أول فعالية رياضية وترفيهية نسائية من نوعها في الصالة الرياضية بملعب الجوهرة. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الرياض، فإن عدد المسجلات في الموقع الإلكتروني لمة المعنية بالتسجيل للفعالية وصل إلى 10,000، وهو ما يفوق توقعات الجهة المنظمة للفعالية. واضح انك داعم الرياضه النسائيه. والله انا داعم، طبعا داعم لعده اسباب. اول شيء انت تعرف ان الرياضه بشكل عام تمتص جزء كبير من القلق، والنساء السعوديات لديهم كثير من القلق وكثير من الازمات، وتذكر اغنيه عسى الرجاجيل الماحي، هذه احد مظاهرها طبعا. الشيء الثاني، احنا دائما نستند للنص الشرعي، النص الشرعي واضح ما في كلام. الرياضات كانت الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشه في حديث مشهور، سابقها مره فسبقها، وبعدين قالت أنا بدنت وحملت اللحم يعني صرت سمينة فسبقني، فقال هذه بتلك. شوف حتى الروح الممازحة وروح والأخلاق الراقية عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على خلق عظيم، يعني قال هذه بتلك. قالت عايشة أنا نسيت القصة، ذكرني. يعني هو التنافس الشريف، أنه أنت مرة وأنا مرة سبقنا. الشيء الثاني عندك السباحة، ركوب الخيل، لا حد يقول لي مبايض وما مبايض وما أدري إيش. لا، لأنه إحنا مو بقيت مرة السيارة، ذكيت مرة السيارة لا، بس هذه تأثر على المبايض. لا ترى ركوب السيكل والخيل أكثر تأثيرا، لكنها في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم السباحة، المصارعة، المشي، السباق، أشياء كثيرة. أنا سعيد بهذه التظاهلية اللي هي في العبيها وفليها، العبيها وفليها، وانه انهم حطوا كذا تسجيل على بالهم 200 300، تفاجئوا انه 10,000 وانتهى التسجيل، سجلوا بعدد كبير. ايضا احنا يا ابو سلمان نحتاج الى الترفيه البريء. الناس الان بيقول لك لا هذا توجيه، ويا هلا بالعرفج واحمد وخالد يحاولون يمررون اجنده، ما هي اجنده ولا شيء. احنا نقول له حط صاله رياضيه والعبوا برياضه باي شكل، المهم انه يكون في ممارسه رياضه. عيب انه يكون عندنا شوارع للمشي اسمه شارع الحوامل، يعني ما يمشي الا المراه الحامل فقط، هذه الرياضه الوحيده، ولا مطاعم. لذلك كلنا صرنا ما شاء الله مليان. قال له الترفيه الوحيد في السعوديه الان، الآن يمكن انفتحت الأمور شوي، بس كان المطاعم. لذلك إذا بنفلها تعال غديك، خنروح المطعم مدري، هذا ترفيهنا. احنا نبغى ترفيه بريء. اليوغا لا حد يقول لي والله إنها طقوس وديانات، لا أنت خليها رياضة. تأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء تأمل، هو نوع من اليوغا والتأمل. أبغى الإنسان يتأمل، إنه ترى كثرة البربرة وكثرة السواليف ما تخليك تفكر مع الناس زحمة، يبغالك تنتقد مع نفسك، تسوي مديتيشن تركيز كامل. اليوغا العبيها وفليها، ليه ما لا، خلينا نخفف نرفه. الإسلام دين سماحة، الأصل في الرياضة كما يقول العلماء أي رياضة الأصل فيها الإباحة، ما لم يثبت فيها شيء حرام، لا ضرر نفس ولا إسراف مال ولا عورة. طبعا حنا ننتظر اكيد يعني الاميره ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز في رعايه الشباب، يمكن اهتمام بالملف الرياضه النسائيه بشكل عام. والله انا متفائل. نقطه ثانيه، انت الحين تشوف وش كثر الانديه الرياضيه الخاصه بالشباب. صحيح. في الحي تلقاك من 4 انديه، النساء ما لهم انديه رياضيه الى الان. تبي تمارس الرياضه تروح تدفع مبالغ طائله احيانا في مستشفيات حتى تمارس الرياضه في الانديه الموجوده فيها. انا والله متفائل بالاميره هذه، متفائل اني اشوف حراكها، متابعه من فتره طويله، من اول ما تعينت وهي حراك ورا حراك ورا حراك. بعدين يا اخي قياده المراه للدراجه هذه ايضا لازم تفعل يعني بشكل او باخر. انا عجبني التقرير سويته في مكه، يبدو انه بنت في الحاره تسوي، وهي قالت ما حد ضايقني ولا شيء، ماشي. لما لا احنا ليه دائما عندنا الاصل في الشيء التحريم، مع انه الاصل في الشيء الاباحه ما لم يثبت العكس، بالذات في المعاملات. يعني انا اتمنى انه فعلا رياضه المراه تجد القبول، ولا نفهم منها كذلك تغريب، ولا نفهم منها تغريب وما ادري ايه، ونحمل امور فولات. لا لا لا، انت عندك مزرعه، عندي نسائيه يعني حريم مع بعض يمارسون الرياضه في نادي نسائي. ايوه، او 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 ايضا في المزارع وفي الناس الاسر المقتدره عندهم استراحات يمارسون الرياضه في نفسها، في مسبح، في كذا في كذا. والرياضه متعدده، ما يحتاج، الرياضه متعدده. انا متفائل والله. جميل، كلنا متفائلين باذن الله بقادم الايام. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.